السلام عليكم حبوباتي ومرحبا بكم معايا في القناة. راني وليت لكم فيديو جديد وموضوع جديد واكيد راح يعجبكم. قبل ما نبدا نوجه تحية كبيرة لكامل المشاهدين الاوفياء اللي راهم يشاهدوا في قناتي ودائما يخلوا لي تعليق شباب ودائما يشجعوني باش نزيد نجيب لهم مواضيع جديدة. وبلا ما ننسى تاني نوجه تحية خاصة لواحد المجموعة من الاخوات اللي اشتركوا مؤخرا في قناتي. نقول لكم خياتي مرحبا بكم في قناة عالم زيزو. بالنسبة للفيديو تاع اليوم جبت لكم البنات هذه العلبة اللي راكم تشاهدوا فيها في الفيديو. صراحة البنات انا في الاول كانت عملت لي العلبة هذه فيها كما متعودين انه كي نشرو ميمبورت بوكس هكذايا نلقاو فيه شامبو ابخي شامبو اي لو جيل دوش، مي فينالمون العلبة هذه فيها البنات هذه مجموعة من الكريمات المرطبة خاصة بالجسم، يعني هذه سي دي كريم سبيسيال بوغ لو كور. الحاجة بون نفتحها لكم البنات، فوالا شوفوا يعني مجموعة ولا أروع. المليحة الحاجة المليحة البنات في العلبة هذه أنها كما راكم تشاهدوا فيها ربع علب الله يبارك وفيها كمية كبيرة. والحاجة الثانية اللي تميزها ومليحة بزاف أنه كل علبة يا البنات راهي خاصة بمنطقة معينة من الجسم. دوك نبدأ لكم بالوحدة ونفهمكم مليح. بون عندنا العلبة الأولى هذه كما راكم تشوفوا فيها كريمي. بون الماركة تاعها بيان سور من نيفيا، ماركة معروفة بلا ما نهضر لكم عليها، راهي خاصة بلي برودوي كوزميتيك سورتو سورتو لي كريم تاع لابو وبالأخص تاني الكريمات الخاصة بالبشرة الجافة. بون قلت لكم عندنا هذه العلبة الأولى، علبة صغيرة بون ما تلفتش بزاف، هذه فيها جوست 30 ملي. هذه البنات نقدروا نستعملوها مثلا كيما نقولوا حنا كاين اللي عندهم الحروشيه في الكوع، يعني في الكوع تاع اليدين، ولا عندهم ثاني الجفاف البشره في القدم، بزاف اللي يعانيوا من مشكل هذايا. هذه راهي ترطب، هذه جات مع المجموعه، ونقدر نقول للاخوات بلي تقدروا تشرو كريمه مرطبه تاع نيفيا وحدها وبحجم كبير. هذه بالنسبه للعلبه الاولى. عندنا العلبه الثانيه نجبد الخياتي نوري لهم. قلنا عندنا هذه العلبه الثانيه. البنات تبعوني مليح، شوفوا هذه العلبه خاصه باليدين فقط، هذه كريمه مرطبه خاصه بالبشره الجافه ونستعملها فقط في اليدين، اي مكتوبه هاند كريم بالانجليزيه وبالفرنسيه كريم. هذه عباره عن كريمه ناعمه ومكثفه كما راهي موضحه في العلبه تاعها. هذه البنات راهي مصنوعه من زيت جوز المكاديميا الجاف. بالنسبه للكميه تاعها فيها البنات هذه نلقاو فيها 100 ملي كيما راهي موضحه في العلبه. هذه البنات نشدوا كميه قليله ابليكيوها في اليد تاعكم وراح تعطي لكم واحد النعومه ولا اروع، خاطر كاين بزاف بنات يعانيوا من المشكل هذا وانهم تلقاو اليد تاعهم تلقاوها شويه كيما نقولوا حنايا حرشه، وكاين حتى اللي فيها بعض القشور. وهنا يا خياتي حبيت نوضح واحد الحاجه، باسكو كنت درت لكم ديجا كريمه خاصه بترطيب البشره، وكاين بزاف اخوات كتبوا لي اسئله في التعليقات. ونقول لكم يا البنات بلي الكريمه المرطبه الخاصه بالبشره الجافه نستعملوها فقط في الليل. كاين اخوات قالوا لي اسكو نقدروا نستعملوها في النهار، ما نقدروش نستعملوها في النهار ونخرجوا بها. كريمه الترطيب نستعملوها فقط في الليل، نشدوا قلنا كميه اللي نحتاجوها نابليكيوها في يدينا، نابليكيوها بيان باش تعطينا هذيك الرائحه وهذاك الترطيب اللي رانا نحوسوا عليه. عندكم في حاله واحده انكم تقدروا تستعملوها كما نقولوا حنا فوقت لاسياس، بالنسبه للناس اللي ما يخرجوش لبرا اللي ماشي خدامين يسوقتو سوقتو اللي تكون خلاص ما زدتش تستعمل الماء تقدري تستعمليها في الفتره هذه، ما كان حتى مشكل. حاجه واحده اخرى تاني البنات الكريمات المرطبه تقدروا تستعملوها عفوا كل يوم البنات، ماشي لازم مره في السمانه ولا زوج خطرات نو، يسوقتو سوقتو اللي عندهم بشره جافه بالبزاف تقدري تستعمليها كل يوم وتحطيها في الجسم تاعك ما فيها حتى مشكل. نروح لكم خياتي دوكا للعلبه الثالثه. عندنا هدية العلبة الثالثة، هذه كما راكم تشاهدوا هي عبارة عن حليب مكثف.
رم وضحنا في العلبة سوفت ميلك يعني حليب ناعم، هذا البنات نستعملوه بعد الاستحمام، يعني بعد الاستحمام ونمسحوا كامل الكور ديالنا مليح، نشدوا كمية من الكريمة هادية ونابليكيوها كامل في الكور ديالنا. هكذا راح تعطي لكم واحد الترطيب ولا أروع. شوفوا البنات حتى العلبة تاعها الله يبارك، شوفوا راهي كمية كبيرة، يعني تحكم لكم الله يبارك مدة طويلة، فيها 250 ملي. وهذا المرطب البنات راهو مصنوع من زبدة الشيا المركزة، وهذا واش معناتها راح يعطي للجسم رطوبة مكثفة وبشرة ناعمة، وحتى انه يدوم مدة طويلة. بالنسبة قلنا للسعة تاعها فيها 250 ملي، وهذا هو الشكل تاع العلبة. نروح لكم دوكا للعلبة الرابعة. بالنسبة للأخوات العلبة الرابعة كما راكم تشاهدوا فيها، وهي عبارة عن كريم دوش، هذه تاني كريمة مرطبة خاصة بالبشرة الجافة، نستعملها البنات في الجسم، هذه خاصة سبيسيالمون للكور، نستعملها بيان سور بعد الاستحمام، توجور لازم الكور ديالنا نمسحوه بيان، ومن بعد نشدو كمية من الكريمة هادية المرطبة ونابليكيوها كامل في الكور ديالنا، وراح تعطي لكم يا البنات واحد الترطيب ولا أروع. والحاجة المليحة تاني اللي ما قلتها لكمش في المجموعة هادية ولا في الكخام هادوما، أبار الترطيب عندها يا البنات واحد الريحة تاع النعومة والريحة تاع النقاء بزاف هايلة. هذه الأخوات راهي مصنوعة من زبدة الشيا وزيت المكاديميا، وهذه قلت لكم نستعملوها للجسم كامل هكذا باش تعطينا كما نقولوا حنايا لمسه فائقه النعومه. بالنسبه هنعطي لكم البنات تقريبا اهم الافكار اللي لازم تعرفوهم على العلبه هذه، وعطيت لكم نظن اهم المعلومات اللي لازم تاني تعرفوها. بالنسبه للثمن دائما الاخوات يكتبوني في لي كومونتير كي تجيب لنا حاجه تاع لي برودوي كوزميتيك تذكري لنا دائما الثمن تاعها. نقول لكم بلي يا الاخوات انا هذه العلبه راني شريتها 150 يعني 150 الف، وصراحه السعر تاعها معقول في متناول الجميع مقارنه بالكميه الكبيره اللي فيها، واهم حاجه انها من النوعيه الجيده. في الاخير خياتي نقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي عطيتها لكم، ونقول لكم جربوها اكيد راح تعجبكم. ما تنسونيش خياتي ابوني للقناه، جام تعليق شباب في الاخير، واي وحده عندها اي سؤال ولا اي استفسار نقولها اكتبي لي في لي كومونتير وراني واجده باش نجاوبك. نقول لكم البنات بقاو على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بقاو على خير البنات، باي.